drive. We have C provides chapter on the belt on top drive. The slipping may be occur. يعني من أخذنا بالمواضيع السابقة أو الفصول السابقة من ناحية البيلت أو الروب شفنا ظاهرة أكو الانزلاق سليبينج تظهر، بينما هنا عندنا بالتشين ما حيصير عندنا هاي الظاهرة. In order to avoid the slipping حتى نتجنب هاي ظاهرة السليبينج يستخدمون ستيل تشين أريوس، يستخدمون هاي السلسلة من مادة الستيل. The chain are made up of the number of rigid link يعني تصنع من link يعني حلقات تكون هاي الحلقات صلبة which are hanged together by pin join وتربط هذه الحلقات عن طريق البن حتى يكون اتصال بياتهم. In order to provide the necessary flexibility for wrapping around the driving and the driving wheel وهي حتى تعطيه فد نوع من المرونة وحتى يقدر يسوي عملية التفاف حول الجزء اللي يعني الـ round the wheel. This wheel have project teeth of special profile يكون هذا على شكل بأسنان وهذه الأسنان يتم تصميمها من خلال فد بروفايل خاص به and fit into the corresponding braces. إن ذلك ويكون على شكل بيشون بفجوات أو استراحات من خلال عملية الربط of the chain يعني إذا نلاحظها من خلال الشكل بالأسفل. The teeth wheel are known وهذا عملية يعني شون مسنة للعجلة يسمونه سبروكت سبروكت wheel أو سمبل سبروكت يعني مادة بسيطة وتسمية سبروكت. The سبروكت and chain are thus constrained to move together والسترين وال يعني chain والسبروكت يتحركون سوية يعني together وهذه عملية الحركة السوية راح تمنع ظاهرة السليبينج تصير وبالنتيجة راح نحصل على الـ velocity ratio تكون ثابتة يعني يسموها perfect velocity ratio. الشين يعني التصميم مالته راح يكون بهالشكل هذا. هاي هنا عندنا الـ hang وهذا التشين لينك ينربط من خلال هذا الجزء وهذا اللينك يربط لنا بين حلقة وعندنا مجموعة حلقات هذا يعطيه المرونة وحتى تقدر تصير بها التفاف حول هذا الجزء. هي أساسا تتكون من جزئين واحد يسمونه هم شلون ناقلات الحركة هو small sprocket or pinion هذا small يعني الصغير وبالنسبة للجزء الكبير يسموه large sprocket or gears هاي التسميات مالتين. فاحنا من يعني نصمم الجير لازم نحسب جد القطر مال هذا القطر مال البنيان والقطر مال هو نفسه مال هذا التشين القطر مالتها وش قد المسافة بين واحد وواحد وش قد العدد مالتها وكذلك السنتر بين هذا الجزء وهذا قد المسافة بين السنتر نحسب هذا القطر وبعدها هم نسوي وكذلك حتى الزاوية هاي هنا الزاوية ايش قد تخلق زاوية يعني بالكونتاكت ناصر هنا ايش قد الزاوية مقدارها وهنا ايش قد الزاوية حسبه تحسب وبعدها نسوي عملية الرسم ونخلي الأبعاد مالت الدايمنشن للجزء مالتها. The chain are most used to transmit motion and power from one shaft to another هي تستخدم نقل يعني الحركة أو الطاقة من شافت إلى آخر. When the center distance between their shaft is short, such as يعني bicycle motor إلى آخره. يعني يستخدم هي نقل طاقة والحركة عندما تكون المسافة يعني مو بعيدة بيناتها يعني بين center وcenter. استخداماتها مثل bicycle motor, machine ولا ما الطاقة. The chain are used for velocity يعني تستخدم للسرعة ما تتجاوز يعني 25 متر بالثانية. والطاقة 110 كيلو واط in some cases في بعض الحالات يستخدمون high power transmission is also possible يعني ممكن استخدامها في حالات خاصة. عندنا الادفانتج والديسادفانتج. شنو الادفانتج مال التشين؟ قلنا as no slip take place during the chain drive hence perfect velocity ratio يعني ما راح احصل على
يعني هذا الفلوسيتي ريشيو تكون مضبوطة 100%، من لأنه ما نساعد نظارة الانزلاق. ساين ذا تشين ار ميد اوف ميتال، يتصنع دائما من المعدن، وهذا المعدن يكون مالت الوث عرض مالته اقل، وبالنتيجة راح مقارنة ويا البيلت الاوروبية راح تكون هي اقل من عندهم. It may be used for both long as well as short. يعني تستخدم في المسافات بعيدة كذلك مسافات قريبة، لكن يفضلون هي دائما اللي احنا شايفين السلسلة تستخدم بالشورت ديستانس. هاي ترانسميشن افشنسي، الكفاءة مالتها راح تكون 98%. It gives less load on the shaft، واحد تنقل لنا اللود للشافت كلش قليل مقارنة بالبيلت والروب. It has ability to transmit motion to several shaft by one chain، يقدر انه نفس الوقت لحظة ينقل الحركة الى عدة شفتات بواحد، يعني بسلسلة واحدة. It transmitted more power than يعني الطاقة تكون أعلى. It permit high speed ratio 8 إلى 10 in one step، يعني يقدر يحصل إلى speed ratio من 8 إلى 10 بالدورة الواحدة. It can be operated under adverse temperature and atmosphere، يقدر يشتغل في ظروف يعني معاكسة أو يعني مثل درجة حرارة أو رطوبة مو الاعتيادية، يعني بالنسبة لي يقدر يشتغل بها السلسلة. ال disadvantage مالتها the production of the cost، تكون مالتها الكلفة أعلى. The chain drive need accurate mounting and carefully maintenance particularly lubrication and slack adjustment، يعني هي تحتاج لها إلى عملية الدقة بالتركيب مالتها، يعني وكذلك في بعض الحالات تحتاج إلى تزييت، عملية تزييت. The chain drive has velocity fluctuating especially when under stretch، ويكون في بعض الحالات تكون السرعة مالتها fluctuating، يعني يصير بها تذبذب نتيجة إذا كان فد شد، يعني شلون الواحد يشدها زايد أزيد من الحالة الاعتيادية، فصير عندك هاي الحالة مال السرعة صار بها fluctuating نتيجة الشد مالتها يكون أعلى. term used in chain drive، شنو المصطلحات اللي يعني اللي بنعرفها عن الشين؟ the following term are frequently used in the chain drive، يعني بصورة عامة. أول واحدة لازم نعرف شنو ال pitch of chain، شنو تقصد بني يقولنا ال pitch بالنسبة للتشين شنو معناها؟ هي ال pitch، يعني شوفوا هاي هاي عندنا ال chain roller، هاي من يعني المسافة بيناتهم نسميها هاي ال pitch، يعني حلقة وحلقة أو من نقطة B إلى نقطة A هاي نسميها ال pitch، وكذلك من هنا من سنتر سنتر يعني مال كل العدد مالتهم فهي نسميها ال pitch. It is the distance between the hang center of link، هذا سميناه hang center، and the corresponding hang center of the adjacent link، يعني والhang center للحلقة المجاورة لها، دائما يرمزوا لها بالنسبة للبيتش يرمزوا لها بي. احنا يجي من عرفها بالنسبة للتشين هي يعني هي البيتش والقطر مالته، هذا مالتها يعني دي 1، والقطر اللي بي مركز مال البيتش هذا يسموه دي كابتر، وكذلك الزاوية، هاي الزاوية بين واحد عندنا هنا كل دائرة هي 360، فنقسم على العدد مالتين قد العدد فنطلع لنا الزاوية، فهاي الزاوية بيناتهم. إذا يعني البارامتر يجب أن نعرفها بالنسبة للتشين، يعني المهم هو البي بيتش والدي 1 القطر مالته، والدي كابيتال هو الدي اللي يفتح مال المركز مال البيتش، وكذلك الزاويه، يعني اذا البارامترات بالنسبه اذا كان في حاله البنيان او الجيرز يعني اللارج او السمول. وبعدين يوجد مسافه بين سنتر وسنتر، وجود نحسب جود الطول مال السلسله. Which circle diameter of the chain subtract، which diameter هو هذا D،
على الدي وسمو بيتش سيركولار دايمتر. It is the diameter of the circle on which the hang center of the chain. هذا حقنا سمينا hang center هذا. هاي النقطة السوداء hang center of the chain when the chain is wrapped around the sprocket. يعني تلتف حول السبروكت. يعني مطينا هذا point A, B, and C and D. هاي النقاط هي A, B, C, and D. يعني center مالتها. Are hang center and the circle draw from this center is called pitch circle and diameter D مجلها is known the pitch circle diameter. يعني هي تسمية من يقولنا pitch circle diameter وعلى D والهاي قلنا عليها احسبها. فهنا عندنا المصطلحات D هو diameter of the pitch circle, T هو number of teeth of the spork يعني عدد الأسنان, وال D1 يعني D small 1 diameter of the chain roller الدايمتر مالتها. فبريد نحسب ايش قد الزاوية, قلنا الزاوية مهمة ان نحسب ونطلع جد 360 تقسيم جد عدد الاسنان فتطلع لنا الزاوية بين chain وchain بين هاي هنا هالقوانين يعني P يساوي D sin 180 على T يعني علاقة بين pitch وال الدايمتر تحسب يعني بي بدلالة دي او دي بدلالة بي. The sprocket outside diameter for satisfactory operation is given high. يعني لغرض الأموال كذاي فعلنا القطر الخارجي بالنسبة للتشين هذا. عندنا المصطلح الـ velocity ratio of chain يعني شلون نحسبها. The velocity ratio of the chain drive is given by هاي العلاقة مالتها يعني N1 كابتن إلى N2 يساوينا T2 إلى T1. ال N1 هو ال speed of rotation of smaller subrocket يعني الجزء ال smaller, وال N2 هو speed of rotation of large subrocket, وال T1 وال T2 هو number of teeth يعني عدد الأسنان بال smaller وال large. فمن خلال نحسب ايش قد مقدار ال velocity ratio. The average velocity of the chain is given by the average velocity نستخرجها من خلال تطبيق ال V يساوينا باي في دي ان على 60. اكو علاقة نربط ان ال D وال pitch فمن خلالها لانه باي D هاي باي D يساوينا T B فمن خلالها تقدر تعوض يعني مكان ال D نعوض عنها تي بي على باي الباي واي باي تختصر يطلع لنا هاي النتيجة مالتها. فهي توجد علاقة هاي حالة بها حالة يكون الزاوية يعتبرون الزاوية ساين ثيتا كلش صغيرة ولا ساين ثيتا صغيرة معناها تساوي الزاوية والزاوية ياخذوها هي قيمتها يتعاملون وياها ويطلع نستخرج هاي العلاقة سنة باي دي يساوي لنا تي بي ومن خلالها يوجد يربط لنا بين الدي والبيتش. إن ال D capital هي pitch circle diameter وال P هي pitch of the chain من متر. هاي عندنا نحسب الجد length of the chain on center distance. عندنا هذا ال smaller subrocket هنا عندنا large subrocket ونحسب الجد المسافة بين center وcenter حتى نحسب الجد الطول مال السلسلة. المسافة بين center وcenter هي دائما نرمزها هي قيمتها x المسافة. عندنا هي البيتش معلومة وعندنا هنا الدي مال سمول سبروكيت وعندنا الدي مال لارج سبروكيت وتحسبها من خلال هالقوانين. The length of the chain يعني طول السلسلة must be equal to the product of the number of the chain link يعني عددهن رمز ال K and the pitch of the chain يعني قد الخطوة بالسلسلة يعبر عنها رياضيا فله R تساوي لنا K في B. ال K تحسب منه the number of chain link تحسب من خلال هذا القانون. عندنا T هي عدد الأسنان يعني T1 و T2. ال X هي المسافة بين center و center هنا ال pitch. نطبق هذا القانون نحصل على قيمة ال K.